النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. بالنسبة للطقس المتوقع ليوم الجمعة، متوقع أن تكون بداية يوم الجمعة مع ساعات الصباح الأولى أجواء غائمة جزئيا، مع فرصة لهطول بعض الزخات المحلية المتفرقة من الأمطار بمشيئة الله تعالى في مناطق متفرقة وعشوائية في المملكة، تكون طينية الطابع نظرا لاستمرار ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. خلال ساعات نهار الجمعة تتراجع فرص هذه الأمطار الطينية، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صحوة وقليلة الغيوم. كذلك الحال تكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والمدن الأردنية حول حاجز 20 درجة مئوية، وهي بالتالي أعلى من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام بقليل. تشارف الحارة حاجز 30 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. خلال ساعات الليلة القادمة المتأخرة توقعات بانخفاض كبير وملموس على الحارة، كذلك الحال ارتفاع في نسب الرطوبة لتتحول الأجواء بمشيئة الله تعالى إلى باردة ورطبة في مختلف المناطق. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.